معنا من بروكسل عبر الهاتف نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب توثيق الانتهاكات الكيماوية. سيد نضال، صباح الخير، أهلا بك معنا. إذا الضربات جاءت ردا على انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين، كيف ستؤثر برأيكم على المرحلة المقبلة في سوريا؟ صباح الخير لك والأستاذ المشاهدين. في الحقيقة هذه الضربات أتت فقط كرسائل للحد من قدرات النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية، وبالتالي طبعا هي ردود من أفعال دولية أتت على أثر استخدام غاز الأعصاب، التي أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه قد سحب مع الترسانة في الأعوام الماضية، وبالتالي هو يعني هي عملية ردع من تخوف المجتمع الدولي و طبعا الحلفاء بتواجد غاز السارين او غاز الاعصاب في سوريا حتى الساعه. اليوم هناك انتهاكات عديده قد رايناها في هذا العام، في العام السابق، في عام 2015، ايضا في عام 2014، كثره استخدام غاز الكلور وتحويل غاز الكلور لماده تستخدم في الحروب، وبالتالي لم يكن هناك ردود افعال مماثله تردع نظام الاسد عن استخدام الاسلحه الكيميائيه. اليوم هذه الردود اتت لان كان هناك من الواضح بان الغاز الذي استخدم مؤخرا في خان شيخون هو غاز الاعصاب، وبالتالي السيناريو الذي رايناه في خان شيخون هو مماثل للسيناريو في الغوطه الشرقيه. طيب، ومماثل لمجزره الغوطه الشرقيه. طيب، ما بعد ذلك سيد نضال، ما التغيير المتوقع الان في سياسه الاسد تجاه شعبه بعد سنوات من فشل تغيير سياسته؟ لا أعتقد بأن هناك طبعا إرادة دولية في نزع السلطة أو متابعة مجريات البحث عن حلول جديدة لردع الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن هناك جدية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الدول الداعمة لفريق تقصي الحقائق بإبراز هذه الحقائق للمرة الخامسة أو للسادسة أو للعاشرة كي نقول أمام المجتمع الدولي وأعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و إجلاء هذه الحقائق لبلورة إعادة وتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وعدم الاكتراث للمجتمع الدولي والقانون الدولي. نعم، خلال حديث حضرتك في البداية ذكرت أنه هذه الضربات تعد رسائل تحد للأسد وبالتالي أيضا لحلفاء روسيا وإيران. ما المتوقع الآن من الدول الداعمة لنظام الأسد؟ هناك سيناريوهات متعددة، إحداها هي استخدام حق الفيتو المتكرر في مجلس الأمن، وهو ما يردع العدالة الدولية من العمل على محاسبة نظام الأسد من استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية. اليوم لا يوجد تقرير رحيل إلى مجلس الأمن وأخذ مساره الحقيقي إلى العدالة الدولية. كل التقارير التي أحيلت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن فرق تقصي الحقائق أدلت على أن هناك استخدام متكرر للأسلحة الكيميائية، وأيضا آلية الاستخدام كانت واضحة وهي من قبل الطيران المروحي، وذلك طبعا وتوج ذلك بشكل دائم ومستمر باستخدام الفيتو وردع أي قرار لمعاقبة المسؤولين. اليوم في الحقيقة يجب على الدول الداعمة للسوريين، لقضية السوريين، العمل على طبعا ضغط دولي لمحاسبة كل من استخدم هذه الأسلحة وإحالته إلى العدالة الدولية. نعم، أيضا ما صرح به الكرملين الضربة الأمريكية خرق للقانون الدولي. نتوقع سيد نضال تفاوضات في المستقبل سياسية لتحييد العمليات العسكرية إن تكررت؟ في الحقيقة نحن نعمل بشكل دائم بموضوع التوثيق، لكن في القراءات السياسية أنا أرى بأن طبعا الحد من استخدام هذه الأسلحة يأتي بقرار سياسي، إن كان هناك يوجد قرار سياسي في إزالة الترسانة من سوريا بشكل كامل ومحاسبة كل من استخدم هذه الأسلحة فسيكون، وإن لم يكن فهناك دائما فيتو مستمر سنراه في وقت مجلس الأمن. نعم، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة.